وللمزيد حول هذا الموضوع أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسام الدين جابر، باحث ومحاضر في العلوم السياسية. مساء الخير أستاذ حسام. مساء الخير والنور يا أستاذ علي. نعم، كما ورد في التقرير السابق فإن معالي وزير الداخلية تحدث عن جملة من التجاوزات والتدخلات القطرية في شأن البحرين، يعني كيف ترى أهمية كشف مثل تلك التجاوزات على أمن المنطقة؟ بداية دعني أشيد بما جاء في مضمون تصريحات معالي وزير الداخلية، وهي ليست غريبة عن معالي، فهو كثيرا ما يفاجئنا بالمعلومات والإحصائيات والأرقام التي تثبت تورط بعض الجهات في تهديد الأمن، ليس على المستوى البحريني فقط ولكن حتى على مستوى الأمن الخليج. وهذا ما تطرق له معالي الوزير في خطابه لما قال عن دور قطر السلبي في أمن الخليج. نعم. لعلي هنا بودي أوضح إشكالية في العلاقات الخليجية مع قطر. نحن لدينا خمس أزمات حقيقية في علاقتنا مع قطر، سواء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي أو حتى على المنظومة العربية. لعل أول أزمة تواجهنا في حقيقتها هي أزمة الهوية. قطر جزء من النسيج الخليجي، جزء من المجتمع الخليجي، جزء من المجتمع العربي، إلا أنها عندما أشارت إلى في دستورها أشارت إلى أنها جزء من الأمة العربية وليس الأمة الخليجية في الأساس. هذا لا يلغي عنها مفهوم الهوية. بمعنى آخر، يجب على قطر أن تعي التزاماتها اتجاه هويتها اللي هي الهوية الخليجية والعربية والإسلامية، وبالتالي دائما ما تتملص أو تراوغ قطر من التزاماتها تجاه هويتها الحقيقية. الأزمة الثانية هي أزمة الثقة وعدم التزامها بالاتفاقيات، سواء الدولية فيما يتعلق بوقف تمويل الإرهاب ودعم الإرهاب، وهذه في اتفاقية دولية تنظم هذا الأمر إضافة إلى التزامها فيما يتعلق بما وقعت عليه في 2013 و2014 تجاه دول مجلس التعاون الخليجي من عدم التجنيس أو عدم تمويل جماعات إرهابية أو عدم الدخول في تحالفات ضد دول الخليج العربية. الأزمة الثالثة هي أزمة المصالح. لعل تشابك مصالح قطر مع بعض الكيانات المحسوبة كمعادة أو كمعادية للدول مجلس التعاون الخليجي مثل إيران وغيرها من التنظيمات الإرهابية يضع المصالح في إشكالية. هل تغلب قطر مصالحها الشخصية أو مصالحها الذاتية على حساب الأمن في الخليج؟ وهذه أزمة حقيقية يجب أن تعالجها قطر في تعاملها مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأربع خاصة. الأزمة الرابعة هي أزمة التوجهات. قطر بتوجهاتها تخلق حالة من الفوضى منذ عام 2011، تمول جماعات أو ميليشيات إرهابية سواء في ليبيا أو في اليمن أو في غيرها من بقاع الأرض. هذه التوجهات تخلق فوضى عارمة في الأمن، في مفهوم الأمن العربي والأمن الخليجي، فيجب أن نقف مليا عند هذا الأمر. الأزمة الأخيرة وهي أزمة التصور لمكانة قطر. قطر دولة شريفة، قطر دولة نكون لها كل الاحترام والتقدير، إلا أن نتحفظ على توجهاتها السياسية وتصورها إلى ذاتها، هل هي كدولة تلعب دور أكبر من حجمها ومن إمكانياتها؟ يجب أن نقف مليا أمام تصور قطر لدورها الحقيقي في الإشكاليات. لذلك تصريحات معالي وزير الداخلية أشارت صراحة إلى دور قطر في تمويل أو دعم بعض الجبهات الفوضى في البحرين وحتى على المستوى الخليجي، أشار إلى تصدير الفكر التطرفي بعد ودعمه وتمويله. هذه الإشكاليات احنا ودنا أن تعود قطر أو تبتعد دولة قطر الشقيقة عن مثل هذه المؤاخذ التي تؤخذ عليها في علاقاتها مع إيران. لا. لأن مصالح الآن متشاركة، كأن الدور القطري دور وسيط للأفعال الإيرانية في منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية، وهذا ما لا نتمناه ولا نسعى إلى أن نصف قطر بهذا الأمر. لا. لكن واقع الأمر ما نواجهه اليوم يدل على هذا. الأدلة اللي قاعد تظهر من وقت إلى آخر تدل على هذا. حقيقة بودنا أن تعيد دولة قطر الشقيقة رسم سياستها بما يترتب عليها من التزامات على المستوى الخليجي والعربي والدولي، وما يترتب عليها حتى من التزامات فيما يتعلق بهويتها الحقيقية، لا تخرج عن إطار هويتها الخليجية والعربية. يجب على قطر أن تعي مسؤولياتها تجاه هذه الهوية، تجاهها حول ما مفهومها للأمن في الخليج. عندنا اتفاقيات للأمن على المستوى الخليجي، اتفاقية الأمن على المستوى العربي، اتفاقية الأمن على المستوى الإسلامي، على المستوى الدولي. هذه الاتفاقيات يجب أن تلزم قطر بالرجوع والعدول عن مواقفها وعن سياساتها التي تسعى إلى إثارة الفوضى في المنطقة.
هذا مختصرا إلى ما أشار معالي الوزير، وهناك الكثير من ما يتعلق بهذا الجانب يمكن الحديث عنه في استفاضة أكثر. نعم، الأستاذ حسام الدين جابر، باحث ومحاضر في العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك.